السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي، اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم بعض الهدايا اللي وصلتني هاد الأيام من الأم ديالي. صراحة كانت مفاجأة أكثر من رائعة، رسلتهم لي يعني مناسبة عاشوراء وأنا جد فرحانة بهم، وبغيت نقول لها شكرا بزاف بزاف بزاف، والله يخليك ليا والله يطول في عمرك ويخلي لكم تنتوما والديكم امهاتكم اللي فقدوهم، الله يرزقهم الصبر يا ربي على فقدانهم ويجعل مثواهم الجنه يا ربي. فهنايا كما كتلاحظوا هذا غشاء او غلاف ديال البلاطو اللي مطروز بهاد السريبيتات هادو صغارين، عجبني بزاف يعني كما كتلاحظوا يعني سامبل ما مشارجيش ولكن يعني ديكور زوين. هادي ديال البراد باش كنحطو عليها البراد، وهاد الجديده باش كنهزو بها، هذا هو الشكل ديالها. هذا غلاف حتى هو ديال بلاطو، صراحه كيعجبوني انا الغلافات ديال بلاطو، هي عارفه صراحه ذوقي وعارفه شنو كيعجبني، يعني كانت مفاجاه ليا صراحه حتى توصلت بهم هذه يومين تقريبا. وهذا الغشاء او اللاناب ديال الطاوله بهاد السريبتات، تقريبا كيجيو معاه 12 منديل ديال الطبله. انا من بعد في الاخير غادي نفتحو ونشوف الشكل ديالو معاكم. هنايا جابت لي هذا، صيفطات لي هذا المول العجيب، كنت صراحه كنت بغيته ما كانش عندي. هذا واحد الشمعه ديال النحاس اللي صراحه اكثر من رائعه، عجبتني بزاف بزاف. وهذه قالت لي رسلاتها لبنتي، زعما هذه بحال مريشه حتى هي ديال النحاس، حتى هي غزاله كتعمريها بما ورد ما زهر. هادو حتى هما كيعجبوني بزاف، هادو بخور ديال السعوديه. انا صراحه كنحماق على البخور ورسلت لي هادو، صراحه الرائحه ديالهم اكثر من رائعه، يعني غير حليتهم هذيك الريحه فاحت فيهم غزاله. هذه صيفطات لي فيها شويه ديال العود، حقي في العود. ومناسبه عاشوراء كما كتلاحظوا ما تنساتنيش، من حقي في الطعير جات وهادشي يعني واخا كبرت بقات كتصيفط لي يعني حقي في اللعاب ديال عاشوراء. هذا بني دير صغيوار، هادو صيفطاتهم لوليداتي، هاد الطعيره جات هادو حتى هما صغيورين، صيفطات لي هادي دربوكه صغيوره حتى هي. وهنايا هادو حتى هما كانوا عاجبيني صراحه، وما فيما كنت كنمشي المغرب كنسى ما كنجيبهمش معايا، فرسلتهم ليا يعني رسلت ليا الاحمر والخضر يعني باللون ديال رايه المغرب. وهنايا هاد تارقات هادو صغيورين، كان عندي غير الطواجن، هادو حتى هما كيعجبوني صراحه، ما عمري طيبت فيهم، ما عرفتش واش غادي يصلحوا ليا خاصه انني عندي البوطه ديال الضو، ما عرفتش يخدموا. وهذه الكوزينتي حتى هي باش تعرفوا انني حتى انايا شريت لعاب ديال عاشوراء، هذه الكوزينه صيفطاتها ليا صغيوره حتى هي. وهنايا هاد الطويجنه حتى هما ديال المبرا في الزرق والبنفسجي، وكان هذا كل شيء. نمر دابا نحل انا باش نشوفوه جميع. والان كيف ما كتلاحظوا بعد ما فتحتو جا هذا هو الشكل ديالو، الحمد لله بعدا جاني يعني على قياس الطبله ديالي، كنت متخوفه لا ما يجينيش، وهي الطرزه عن قرب يعني فيها دوك اللوينات زوينين، وتا هي يعني سامبل ماشي مشارجيه، وكيجي هذا هما المناديل المرافقه لها. فكان هذا يعني هو فيديو ديال اليوم، نتمنى ان مشاركتي لكم تكون نالت اعجابكم ان شاء الله. وبغيت نشكر مره اخرى الام ديالي حد دائما مفكراني، بغيت نقول لها شكرا بزاف، والله يخليك ليا والله يخلي لكم والديكم يا ربي ويطول في عمرهم وعواشركم مبروكه ان شاء الله. والى اللقاء في فيديوهات قادمه.